انه كابتن طارق يحيى اتكلم في الموضوع، ايه قصه كاسونجو فعلا كان مصاب وقلته على مسؤوليته، على مسؤوليه الكابتن طارق يحيى ان هو يدخله القائمه لانه ما عندوش لعيب. ما عندناش فعلا، اتكلمنا معاه قبل المباراه وكاسونجو قال انا مش هقدر العب المباراه، انا هاجي عشان خاطركم اكمل العدد، اكمل العدد ولو احتجتوني العب نص ساعه اقدر اجي. زي بالظبط حازم برضو، حازم ما كانش جاهز وقلنا له لازم تيجي معانا، احنا ما عندناش حد، وفي الاخر احنا لو المباراه ماشيه كويس مش هنستعملك في حاجه. أي. لكن لو في ازمه ممكن تلعب بالكتير او نص ساعه. فانت كان عندك ازمه حتى في الـ في الـ في الناس اللي موجوده بره، عشان بس الناس اللي بتقعد تتكلم، الناس بتقعد تتكلم من بره، يعني لما الواحد بيروح استوديوهات عشان تتكلم لازم تراعي ظروف الفرقه كامل، ولازم تراعي ظروف الناس اللي موجوده. في الاخر احنا ادرى ناس باللي موجودين، واللي احنا لعبناهم دول الناس اللي جابت جول في الاهلي والناس اللي لعبت وجابت جول في المقصه، فهم موجودين في الهيكل بتاع الفريق، صغيرين او كبار خلاص هم قدرهم كده ان هم لعيبه في نادي الزمالك فيقدروا يشيلوا ده. بعدين مع احترامي الكامل لفرقه اسوان، اللي انتوا دفعتوا بيهم في ماتش أسوان. اسوان هم اللي سجلوا اهداف، هم الاهلي والمقصه. طيب ما هو ده اللي قاعد متابعنا بيقول لك، طب ما انت كده يا كابتن ايمن بتدي دليل وبرهان على انه اللعيبه دي كانت لازم تكسب اسوان وما ينفعش تغلب. تمام، انا معاك. ما انا بقول لك كده، حتى ولو في حتى لو في عدد طبعًا منقوص طبعا. لكن في الاخر سير المباراه نفسه ما مشيش بالطريقه اللي انت عاوزها. رجعنا للتغييرات اللي على الدكه. ايوه، احنا ما عندناش تغييرات. لما تيجي تقعد تلعب وانت خسران، والطبيعي الفرقه الخسرانه تعمل ايه؟ تهاجم. عندي 10 فراوده هلاعب ال 10 فراوده. في الاخر انا عايز اكسب، انا نادي الزمالك. ايوه، فبلعب بكل الطاقه الموجوده فهستغلها. وانت اللعيبه نازله بتقول لهم حاجات عشان ينفذوها. جت المباراه او السير بتاعها ما مشيش زي ما انت عايز. المباراه كمان بالظبط.